كلها عايدة. فقلت لهم الأمر صعب هذا، فكلمت، كنت أسرق من جدتي يعني بعض الفلوس، كانت تخبي الفلوس في شنطتها، كنت أسرق منها الفلوس. فسافرت معهم. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ تقريبا عمري 16 سنة. يعني حقيقة لا شك أن السفر للخارج للحرام مخاطر كبيرة جدا جدا، على رأس هذه المخاطر الإصابة بمرض الإيدز وغيره من الأمراض. ما كنت تخاف أنك تصاب بهذا المرض؟ والله ما كنا نفكر، يعني ما كان تفكيرنا في الإيدز، ولا كان الشيطان ما غير يعني راكب رؤوسنا، وما غير بس يعني في المحرمات، مستمرين في المحرمات. ولكن يوم رجعنا هنا إلى السعودية، طالعت اللي في رجلي اليمين والله حبوب، طالعت في رجلي اليسار والله حبوب. وبعد أسبوع جت النتيجة، دق علي المستشفى المستوصف قال لي تعال النتيجة الآن ظهرت، الآن شفت النتيجة، الآن الحمد لله الأمر ما فيك أي شيء، ولكن هذا نوع من الحساسية، ظاهر أنك كنت يعني في مكان وسخ. الآن نجاك الله سبحانه وتعالى من هذا المرض الخبيث بعد خوف شديد منك وقلق. الآن يعني ما أثر فيك هذا الموقف أنك تتوب وتصلح من نفسك؟ سبحان الله، فامتنعت عن الشلات الفاسدة الفترة هذه. لا شك أن يعني الزواج أثر كبير في حياة الشاب وهو عصمة فعلا. هل يعني تحققت لك هذه العصمة؟ هل عصمك الزواج عن الأمور المحرمة؟ والله في البداية الحمد لله يعني كنت أجلس مع زوجتي، يعني أكثر الأوقات أجلس مع زوجتي، ولكن بدوا يجون بعض الشباب الصايع ويحاولوا أنهم يعيدوني إلى الحالة الأسوأ. طبعا أنا أعرف أن لك مشوار طويل في هذا الطريق، طريق العلاقات المحرمة مع النساء والالتقاء بهن، يعني ليس هذا موضوعنا، لكن بودي أن نذكر سريعا بعض المواقف المؤثرة التي وقعت لك من خلال طريق العلاقات المحرمة. والله نذكر على عجالة، مرة دخلت كلمني زميل قال لي بدل ما نروح نتعب في الأسواق وهذا، نروح بيوت الدعارة، مخصص البيوت الدعارة، نروح إلى البيوت الدعارة ونمارس الأشياء هذه. قلت خلاص مو مشكلة. زوجتك في البيت ما لاحظت عليك شيء من التصرفات الغريبة أو الأمور المريبة خلال يعني إقامتك العلاقات المحرمة؟ والله هي لاحظت خروجي من البيت بكثرة، اتصالاتي إذا أحد اتصل علي جوال أطلع خارج البيت أو أكلمه، يعني أرد عليه وأنا خايف. فكانت تلاحظ أن هذا الآن اللي معي بنته، هذا كانت تقول لي جيب التليفون. يعني لقاءاتك بالنساء، لقاءات المحرمة، كانت خارج البيت أم أنها يعني تعدت لتصل إلى داخل بيتك؟ والله كان أكثر الأوقات كان في شقة الاستراحات، ولكن أوقات لما أكون يعني ما عندي فلوس أو مبلغ مستحضر، فكنت أقنع نفس البنت أنها تيجي عند البنت، أنها تيجي عند البيت كأنها رجل عادي، وإذا زوجتي كلمتني أقول لها هذا رجال، جاهزين للشاي والقهوة. لكن شمت ريحة، حست بريحة العطر أنها نسائية، فاضطرت أنها تطالع من تحت الباب، كان تحت الباب المقلط مباشر قدرت أنها تطل علينا من نفس المجلس. فكانت تشوف، شافت حدا أكرمكم الله البنت، وشافت حنا جالسين، بس ما غير شافت أرجلنا حنا جالسين وحنا على الفطور، فدقت علي بكل سخرية تعال أبغاك، وكانت تبغى تكسر الباب. فبيتها قلت لها ايش بك؟ قالت كيف تخوني هذه بنت؟ قلت لها ما هي بنت ولا شيء. قالت شوف حديانة تعال طيب دخلني. قلت لها ما انا مدخلك عليها. الان هذه المشكلة التي وقعت بسبب هذه الحادثة، او اقول والله الخيانة التي وقعت منك في البيت، ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل وقع الخلاف واستمر او انتهت الامور بالصلح او غير ذلك؟ حصل انه جاء ابوها، اتصل علي ابوه قال لي الان تحضر للبنت، احنا بنحاول نتصرف. قلت له خلاص، فحجزت لها بدون ما اذهب معاها الى والله جلست فتره عند اهلها، فجون اهل الخير فكلموني قالوا الان تراجع زوجتك تراضيها، احنا بنصلح بينكم. قلت خلاص ما في اي اشكال، فذهبت معاهم.
فسمعت شروط أبوها قلت له خلاص ما هو مشكلة أوعدكم إن الحال يتغير. الآن بعد رجوع الزوجة إلى البيت يعني هل عادت الأمور كما يقال إلى مجاريها، صفت النفوس وزالت الشكوك، أما أن أثار القضية البشعة يعني لا زالت باقية في البيت؟ والله في 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 يعني آثار في النفوس، شيء من في النفوس، ولم تنسى يعني زوجتي يعني بل تتذكر يعني عند كل مشكلة تذكرني بالمشكلة هذه، لأنه برضه يوم جبتها برضه نفس الحكاية يعني خرجاتي وهذا، ولكن كنت حذر إني أجيب أي بنت داخل البيت أو إن أحد يتصل علي، كان عندي رقمين، رقم خليه في السيارة للبنات ورقم يكون معي. بعد سنوات من الانحراف الأخلاقي الآن الوضع أصبح مهيئا لدخولك إلى فساد كبير للأسف الشديد في عالم النت. بداية دخولك في النت كيف كان؟ جاني شخص زميلي في العمل قال لي الآن أنت الآن انتقلت إلى هذه المدينة ما تقدر تطلع، ما تعرف أحد، ما تعرف هذا، لكن إيش رأيك لو تجيب لك جهاز؟ قلت له جهاز كمبيوتر أنا ما أعرف له ولا قد شفته إلا نادرا في مكاتب الخطوط. فقال لي لا ما عليك الأمر عندي، أنا راح أعلمك بالكمبيوتر كيف طريقته وكيف تدخله. والله ما كانت الفكرة يعني في رأسي أني أجيب كمبيوتر وأجلس هذا، لأني ما حالتي يعني ما تعودت أن أجلس على الكمبيوتر، أحس أنه يعني في نوع من الملل. فعلا اشتريت الجهاز، جلسنا فترة زي كذا، قال لي ايش رايك فيه قسم اسمه شاتينج، محادثات تحادث خارج العالم، تكون صداقة. قلت له والله ما اعرف. قال لي انا اعلمك، الامر بس سهل، كل ما اقدر بس تحط اسمك وانتر وتخش معاهم وخلاص تكتب كتابة عادية. وفعلا والله بديت اكتب معاهم، بديت أعرف كيف أكلمهم على الخاص في الشاتينج. يعني هذا كان أول دخول لك في النت بعد يعني دخولك في عالم الحاسب؟ أيوه، أو هذا أول كان دخولي في النت، لأنه أول ما اشتريت الجهاز بس ما كان مبدئيا كنت أتعلم على البرامج كيف أسكر كيف أشغل، وأكثر الأوقات كان يخرب علي الجهاز وكنت كل شوية أسوي له فورمات، وكان أوقات في الأسبوع مرتين يعني أسوي له فورمات. الآن التشاتينج الكتابي، ما الذي يقع في يعني هذه الحوارات الكتابية بين الشباب والفتيات، ما الذي يحصل؟ والله كلها يعني كلها عن الحب وعن صداقات وعن التعارف وعن الأشياء يعني مسيئة جدا. في نفس الوقت اللي هذا الشاتينج طرح علي شخص قال لي اعطيني ايميل، قلت له والله انا ما اعرف ايش الايميل. قال لي عجيب يعني ما تعرف الايميل، هذا شيء غريب. قال خلاص الان اعطيك برنامج روح نزله في المحل. فعلا اعطاني البرنامج ونزلته في المحل، سوالي نكنيم في الماسنجر في الايميل في الهتميل، وبدأت استضيف الناس عندي في الماسنجر. يعني الان الماسنجر يبدو انه فتح لك بابا جديدا، وهو قضيه التحدث الصوتي مع الاخرين. يكون برضه ايضا بالصوتي ويكون برضه خاص في نفس الوقت. بعد في نفس الشاتينج هذا تعرفت على شخص من الخليج، وكنا نتواعد يعني اوقات عشان نتقابل في الشاتينج وان نتساعد في البنات، وعلى انه ما حد ياخذ صديقه فلان، يعني كل واحد شخص يمدح الشخص الاخر انه هذا والله رجل اعمال بالكذب كلها، وهذا موظف رتبته كذا كذا، هذا مسؤول او سبحان الله. كنا نضحك على البنات يعني، والبنات يعني تغريهم الاشياء هذه. التعرف بهذا الشاب الخليجي، ما الذي أضاف لك في حياتك وتعاملك مع الإنترنت؟ والله أضاف لي المنتديات، فقال لي منتديات بإمكانك تحط مثلا قصص وتراسل الأعضاء والمشرفين والمشرفات، وبإمكان يعني كثير يعني من الناس، وأنا بحاول أن أتصل في نفس الإدارة المنتدى أن يخلوك مشرف حتى أنه أكثر البنات يعني يكون احتكاكا فيك يعني. عفوا، أنت الآن تتحدث عن المنتديات، ولكل إنسان هدفه في الإبحار في الإنترنت ودخول المنتديات والمشاركة فيها. أنت الآن في تلك يعني الفترة
ما الهدف الذي كنت تريد أن يتحقق لك من خلال الدخول في هذه